مرحبا بكم في قناة تيتو الوثائقية. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. دير المدينة تقع في صعيد مصر بمحافظة الأقصر شمال وادي الملوك على الضفة الغربية لنهر النيل. كانت مقرا لعائلات العمال الحرفيين خلال عهد المملكة المصرية الحديثة، فكان منهم من يقوم بحفر وبناء القبور في وادي الملوك، وآخرون يشتغلون في صناعة التماثيل والأثاث والأواني لتجهيز القبر على حسب رغبة الملك قبل الموت، والعمال الذين كانوا يقومون ببناء المقابر متخصصين وفنانين في تصميم وحفر وتزيين جدران المقبرة لتكون قصرا يمكن للملك العودة إليه في المناسبات بعد مماته. كان هذا هو اعتقاد القدماء المصريين، أن يعيش الملك في السماء بين الآلهة، مع إمكانية زيارة الأرض وأهلها بعد مماته، بل ومساعدتهم أيضا. لهذا كان كل عامل في إحدى أبنية الملك يعمل بإخلاص وبلا كلل، لأن الملك سوف يعتني بهم من السماء. يوجد بمنطقة دير المدينة بقايا بيوت تلك الطبقة من العمال وعائلاتهم المميزين، فكانوا يعيشون في تلك البيوت يطبخون غذاءهم ويربون أطفالهم معززين مكرمين. كانوا في رغد من العيش، ومنهم من بنى لنفسه مقبرة له ولزوجته مثل غا وزوجته ميرت، وهو رئيس العمال في ذلك الوقت، حيث تولى مسؤولية بناء مقابر ثلاثة من ملوك مصر، هم أمنحوتب الثاني وتحتمس الرابع وأمنحوتب الثالث. أهمية هذه المقبرة تنبع من كونها مقبرة لأحد الأثرياء وليس لأحد الملوك، فبقيت بكل ما فيها من ثروات، وهي من أجمل القبور التي عثر عليها بالقرب من دير المدينة خارج وادي الملوك. وقد اكتشفت المقبرة في عام 1906 ووجدت بمحتوياتها كاملة ولم يمسها اللصوص. واكتشفت مقبرة ثانية لعائلة كاملة، وهي مقبرة سن نجم الذي كان رئيس العمال أيضا في دير المدينة، وقام بالإشراف على بناء مقبرتي الملك ست الأول ورمسيس الثاني، ووجد فيها 20 من المومياوات، معظمهم ينتمي لعائلة سن نجم وآخرون غير معروفين. وكانت مومياء سن نجم موضوعة في تابوتين، ووجدت مومياء زوجته إينفرة أيضا في تابوتين، كذلك وجدت مومياء ابنه خنسو بنفس الطريقة في تابوتين وقناع على رأسه. وكانت تحتوي مقابرهم على رسومات بديعة تعطي صورا حية عن حياتهم ومعتقداتهم، كما عثر بالقرب من المدينة على بئر ماء جاف تم استخراج نحو 5000 قطعة من الفخار، كان المصريون القدماء يكتبون عليها رسائل عائلية وحسابات وخطط ورسومات، بل وكذلك مداولات محاكم مسجلة، بحيث كان العمال يرمون فيه قطعة من الفخار مكتوب عليها رسائل وبعضها مرسوم عليه ما يطرأ في خيال المرء أو الفنان. تلك القطع تصور جانب مهم من الحياة الاجتماعية وطريقة تعامل العمال مع بعض في هذا الوقت، وهي لان بمثابة مكتبة نقرأ منها عن حياتهم اليومية في الماضي، مثلا خطابات الأحباء ورسائل الغرام والشكوى والدعاء. ويقول العلماء أن منطقة دير المدينة ظلت سكن للعمال والنحاتين العاملين في وادي الملوك في فترة الأسرة 18 حتى الأسرة 20، واختير هذا الموقع لدير المدينة على الضفة الغربية لنهر النيل ليكون قريب من وادي الملوك والملكات، ولسهولة الوصول لأماكن العمل سيرا على الأقدام، كما يرجح اختيار تلك المدينة للمهندسين والعمال ليكونوا بمنأى عن المناطق المهولة، بل سكان للاحتفاظ بسرية أماكن قبور الملوك. من بعد نهاية حكم رمسيس الرابع من الأسرة 20، كانت مشاكل القحط وقلة الغذاء لم تنتهي، فتكونت مجموعات من العمال العاطلين للسطو على قبور الملوك وما فيها من ثروات، فكانوا يحذرون أنفاقا جانبية بعيدة عن الحراس حتى يصلون إلى الحجرات المليئة بالحلي الثمين والذهب، وتوجد مخطوطات تسرد ما كانت السلطات تفعله مع تلك العصابات، فكانت تقوم بتعذيب الفاعلين للإفصاح عن كل المشاركين في عمليات السطو على القبور، وكانت العقوبات شديدة، إلا أن المسروقات كانت لا تعاد إلى القبر الذي أخذت منه، فكانت هيئة المحكمة تضمها إلى ثرواتها. هذه هي قصة مدينة الفنانين والمبدعين، والذين تحولوا إلى لصوص يسرقون الحضارة.
إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب واشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.